اسی دوران ہمارے اسٹیج کی زینت بنے اور صدارتی ایوارڈ یافتہ عالمی شہرت یافتہ جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب اور ان کے رفقاء، میں ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہی کے ساتھی قاری محمد خالد عثمان الازہری پی ٹی وی ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لا کر تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، ما كان على النبي من حرج فيما وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ